ازي حضراتكم؟ عاملين ايه؟ كله تمام؟ هقول لك على حاجه علشان تبقى فاهم انا ليه مبسوط بمساله مدينه الثقافه والفنون. من وقت ما بدا الحديث عن مدينة الثقافة والفنون جوه العاصمة الإدارية، وأنا بحاول قدر الإمكان أستجمع أو أجمع المعلومات، وأحاول قدر الاستطاعة لما أبقى موجود في العاصمة أن أنا أروح وأشوف وحاجات من هذا القبيل، وبتابع كل الأخبار الصادرة عنها. ليه؟ لأنه إحنا بنتكلم على تنمية موجودة في مصر، تنمية بشكل عام، تنمية فيها المدن، فيها المصانع، فيها اقتصاد بشكل بمعناه شديد الاتساع، فيها بنية أساسية، فيها مدارس، فيها جامعة، فيها رعاية صحية، إلخ إلخ. ويمكن الناس اللي زي حالاتي بتبقى مهتمة جدا بمسألة ما تستطيع أن تطلق عليه التنمية الثقافية، صناعة الوجدان، بناء العقول. وخد بالك، التعليم في شكله العادي اللي هو مدرسة وجامعة بس، ده شيء عظيم ورائع وجميل، لكن مش ده اللي بيخلق ذوق عام، مش ده اللي بيقدر من خلاله تبني وجدان. عارف لما يجي يقولك مثلا ايه، انا ما بحبش اللون ده من الموسيقى، إذن يجب علينا ان احنا نعطي دائما المجتمع، نعطي الجماهير موسيقى حقيقية راقية وما الى ذلك. انا مش عاجبني النوع ده مش عارف من الفنون التشكيلية، إذن يجب علينا ان احنا نعطي للجماهير فنون تشكيلية في منتهى الرقية. طب ده هيجي ازاي من غير ما تهتم بالاستثمار في هذه المسائل؟ جزء من الاستثمار ده انه يبقى في عندك مكان تقدر تعمل فيه معارض الفنون التشكيلية، أماكن تقدر تعرض فيها باليهات وأوبرات وحفلات موسيقية، وحفلات تقدر فيها الفرق المصرية اللي بتقدم فن مصري حقيقي أصيل راقي، إن يبقى ليها مكان تقدر تعرض فيه الفنون بتاعتها. فكرة نمو الثقافة لدى المجتمع، وده بيبقى نمو تراكمي. هنا تقدر تقول إنه المدرسة لما تيجي تعمل مثلا فرق مسرحية أو فرق للموسيقى، الغناء، فرق للفنون التشكيلية، أو مجموعة من الشبان والولاد والبنات اللي زي الوردة لسه في المدارس وعندهم هذا الحس الفني، ده بيشتغل بالصلصال وده بيرسم وده بيعمل نحت، إلخ إلخ إلخ، يبقى الولاد دول شايفين قدامهم أفق متسع، عارف ان الدولة مهتمة بده، عارف ان في يوم من الايام هيكون له شأن كبير طالما هو فعلا موهوب وطالما فعلا مجتهد. ينتقل هذا الولد وهذه البنت بعد كده للمرحلة الجامعية، وتبدأ افكاره تتبلور، ويبدأ يبقى عارف هو طريقه ماشي ازاي، في اطار الهواية ولا في طريق ولا في اطار الاحتراف والاستمرار في ده. كذا الحال في السينما بكل ما فيها، الدراما بكل ما فيها، وهكذا. انت بتتكلم على مكان فعلا مش بس من حيث الحجم، لا. شوف انا فعلا قاعد عمال بفكر مع حضرتك وحضرتك بصوت عالي، انا فعلا محتاج ان انا اروح هناك تصوير بقى، يعني ناخد بعضنا ونروح نصور في هذه المدينة الرائعة. ويمكن انتوا شفتوا جوانب، لانه في بعض الحفلات اتعملت هناك في مسرح من المسارح والقاعات اللي موجودة في مدينة الفنون والثقافة او الثقافة والفنون بالعاصمة. لا، مهم ان احنا نشوف ده بالتفصيل ونعرف المدينة دي بتتكون من ايه وحجمها قد ايه. وعاوزك كمان تتفرج على الطراز المعماري اللي معمولة منه المدينة او اللي اتبنت على اساسه المدينة، وعايزك تتفرج على شكل الديكورات والتصميم الداخلي بتاع هذه القاعات والاروقة والمباني وما الى ذلك. حقيقي هتفتخر، وهنا هتعرف ان قوة مصر الحقيقية في منتجها الفكري، رأي الجماعة اللبنانيين، المنتوج الفكري، وما يستخدم كلمة منتوج كده، في منتجها الفكري، منتجها الإبداعي. مصر عندها ثروة من العقول لا تقدر على الإطلاق بأموال الدنيا، ثروة العقول دي هي اللي بتبني مصر. على كل، تعال أخدك ونشوف اجتماع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين. الاجتماع كان بيتناول متابعة سير الأعمال، زي ما كانت زميلتي ريهام بتتكلم، مسألة متابعة الرئيس المستمرة لكل ما يجري. يعني المسألة مش انه بس يلا بينا نعمل كذا، لا، في متابعة. الموقف التنفيذي للمشروعات اللي بتتعمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وخصوصاً مدينة الفنون والثقافة. فخامة الرئيس ادى توجيه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية العريقة لإدارة وتشغيل مدينة الفنون والثقافة على نحو يحقق
أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور اللي بتتمتع بيها هذه المدينة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وإنه ده هو اللي هيخلق قيمة كبيرة جدا لهذه المدينة ويعظم من هذه القيم، فتصبح المدينة دي واحدة من أهم المنارات وأكثرها تفردا للإبداع الفني والثقافي المصري. كل ده طبعا كان بيتم في إطار تقديم عرض عام لمكونات مدينة الفنون والثقافة، وخصوصا مكتبة العاصمة واللي بتشمل مجموعة كبيرة جدا من الكتب والمقتنيات شديدة الندرة، متحف عواصم مصر وده مهم جدا واللي بيعرض أثار للعواصم المصرية على مدار التاريخ والأزمنة والعصور وما إلى ذلك، متحف للعملات، وطبعا دار الأوبرا الجديدة اللي معمولة على طراز معماري وهندسي وفني فريد، الطاقة الاستيعابية الضخمة لهذه الدار، دار الأوبرا الجديدة، ومسرحين، واحد للدراما، مسرحيات وعروض المسرحية والموسيقى، مؤهلين جدا لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية. في يوم قريب جدا قولوا إن شاء الله هتلاقونا في مصر هنا في دار الأوبرا الجديدة في العاصمة الإدارية، في العاصمة أو في مدينة الفنون والثقافة، هتشوف أكبر وأفخم وأهم عروض بتتعمل في الدنيا تبقى موجودة عندك. أنت أقوى بكتير مما أنا وإنت نتصور. فاصل ونكمل الكلام. اهلا اهلا اهلا، ازاي حضراتكم؟ طيب امبارح فخامه الرئيس لما كان في بني سويف فاعلن عن مجموعه من القرارات، هذه القرارات الحقيقه هي قرارات اجتماعيه بالدرجه الاولى، ممكن تسميها حزمه من الحوافز زي ما انت عايز، مش دي المساله. المساله الرئيسيه انه هذه القرارات ان صبت انما تصب في صالح فئه واسعه جدا او تقريبا 5 أو 6 فئات، بنتكلم على شريحه واسعه جدا من المستفيدين من هذه القرارات، تقلل جدا من حجم الاعباء اللي على كاهل المواطن في ظل ازمه اقتصاديه تضرب العالم، ولا زالت للاسف الشديد الازمه دي مستمره في الدنيا طالما انه الحرب مستمر. بس هيبقى في عندنا أسئلة، أسئلة متعلقة بأنه يا ترى هل ترى هو هذه الحزمة، هذه القرارات هتصبح فاعلة من إمتى؟ ده مهم. طيب ويلا بينا بقى كمان نحاول نفهم ونفند هذه القرارات أو هذه الحزمة، نشرحها، نشوف هيوصل للمواطن إيه، ده مهم جدا. معانا على تليفون الأستاذ أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة. أهلا بيك يا فندم. اهلا بيك حسين، ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله يا فندم. طيب نبدا الاول بتذكير بمجموعه القرارات اللي صدرت من فخامه الرئيس امبارح. اولا مساء الخير طبعا على الفل. حضرتك وعلى جموع المستمعين ومشاهدين حضرتك. وفقا لتوجيهات فخامه السيد الرئيس وجه بحزمه من الزيادات الجديده للعاملين واصحاب المعاشات وبعض الفئات في المجتمع، نستعرضها على النحو التالي. بداية طبعا كان في مضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بدل ما هي 300 جنيه أصبحت 600 جنيه، بيستفيد منها الفئات التالية: العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودول عددهم 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية 16.4 مليار جنيه، العاملين بالهيئات الاقتصادية ودول عددهم 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه، العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودول عددهم 250 ألف موظف بتكلفة 900 مليون جنيه. هذه الحزمة يستوجب العمل بها هو إصدار قانون من خلال مجلس النواب. الجزء الآخر طبعا من هذه الحزمة هو تقرير منحة استثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بفئة 300 جنيه، بزيادة 300 جنيه عما هو كان قائم بها 300 أصبح 600، يستفيد منها 11 مليون من أصحاب المعاشات والمستفيدين بتكلفة سنوية قدرها 32 مليار جنيه. هناك أيضا زيادة الفئات الممنوحة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة. طيب قبل تكافل وكرامة يا أستاذ أحمد، بخصوص المعاشات هل دي هتحتاج لمجلس النواب ولا لا؟ نعم هتحتاج طبعا تعديل قانون، هتصدر بموجب قانون طبعا سيادتك،
فيما يتعلق حضرتك بزيادة الفئات الممنوحة المستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، بيستفيد من هذا البرنامج الاجتماعي 5 مليون أسرة. التكلفة لل 15% هي 4.5 مليار جنيه. جدير بالذكر ان احنا عايزين نذكر بس ان هذه الزيادات لهذه الفئات شهدت بالنسبة للعاملين مضاعفة علاوة غلاء المعيشة والمنحة لأصحاب المعاشات، هي الزيادة الرابعة خلال سنتين. كان أول كان زيادة كان في إبريل 22، تلاها في نوفمبر 22 كان في زيادة، ثم في إبريل 23 في زيادة، بالإضافة للزيادة الرابعة اللي احنا بنتكلم عليها دي لقاعدة عريضة جدا من المواطنين سواء كان عاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات. بالنسبة للتكافل وكرامة كان في زيادة في إبريل الماضي بنسبة 25%، بالإضافة للزيادة الحالية 15%، يعني بنتكلم على زيادة مجموعها 40% في إبريل، والزيادة اللي احنا صددها. الجزء الآخر هو رفع الحد الأدنى للأجر من 3500 للدرجة الثالثة ليصبح 4000 جنيه للدرجة الثالثة، وده طبعا فكرة الحد الأدنى هو استهداف أصحاب الدخول الأقل برفع دخولهم بما يتناسب مع الأوضاع المعيشية القائمة. الإجراء الآخر هو زيادة حد الإحصاء الضريبي، وده بالمناسبة بيستفيد منه العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، وده يستوجب تعديله يستوجب قانون. زيادة حد الإحصاء الضريبي بنسبة 25% بعبء قدره 4.5 مليار جنيه. هو ده مش تكلفة بقى هتدفعها الخزانة، لا ده كان مبلغ هيقول للخزانة ما عادش يقول ليها نتيجة رفع هذا الإعفاء، فبالتالي هيستفيد به الموظف وكان موظف في القطاع الحكومي او القطاع الخاص. مهم جدا ان احنا عايزين نذكر ان احنا كان في شهر 6 الماضي 6/23 كان في قانون صدر رقم 30 لسنه 2023، كان عدل بعض احكام قانون الضريبه على الدخل ورفع حد الاعفاء من 24000 الى 36000 زياده 50%. يعني ببساطه عايزين نقول ان رفع حد الاعفاء من شهر 6 اللي فات والزياده اللي احنا بصددها بنرفع من 24000 الى 45000، يعني زياده قدرها ما يقرب من حوالي 90%، وده بيستفيد منها، بناكد الاستفاده هنا، بيستفيد منها العامل بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص، ودي حته مهمه جدا. ده هذه الحزمه من الاجراءات تكلفتها السنويه تقدر بحوالي 60 مليار جنيه. طيب بما انه احنا ذكرنا التكلفة السنوية حوالي 60 مليار جنيه، عايز ارجع هنا بقى النقطة عدد المستفيدين من هذه الاجراءات. حضرتك ذكرت كل قرار وعدد المستفيدين منه، فتقريبا يصل كده عدد المستفيدين لكم مليون؟ احنا بنتكلم على سيادتك المضاعفة علاوة غلاء المعيشة، بنتكلم على جملتهم 5.1 من 10. بنتكلم سيادتك على المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، بنتكلم على 11 مليون. نتكلم على تكافل وكرامة، وده سيادتك 5 مليون أسرة، ووفقا لتركيبة الأسرة قد يكون تركيبة الأسرة قوامها فرد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لو قلنا متوسط ثلاثة أنا بنتكلم على 15-18 مليون. 18 مليون على ال 11 سيادتك بنتكلم على 30، على ال 5-35. زيد على هذا بقى زيادة حد الإحصاء الضريبي اللي بيستفيد منه في جزء من العاملين في الدولة اللي هو ال 5.1 من 10، بالاضافه للقطاع الخاص اللي هو ما يقرب من حوالي نقول 20 مليون. لو ضفنا ال 20 على هذا الرقم هنلاقي بنصل لما يقرب من حوالي 40-45 مليون مواطن بيستفيد من هذه الخدمه. طيب. واعتقد دي قاعده عريضه جدا من المواطنين سواء كان عاملين او اصحاب معاشات او برامج حمايه اجتماعيه او عاملين في القطاع الخاص. اذا انا بتكلم على اكثر من 30 مليون مواطن بيستفيدوا بشكل مباشر من وراء زياده ايرادهم الشهري، ايا كان. نعم. هو معاش أو تكافل وكرامة أو راتب لأنه لازال في قوة العمل، أكثر من 30 مليون مواطن يستفيد بشكل مباشر، ثم نعم. استفادة غير مباشرة متعلقة بالتخفيف من الحمل الضريبي على المواطن. نعم. ودي يستفيد نعم. بها قطاع واسع جدا، لأنها مش بس الحكومة زي ما حضرتك ذكرت، وإنما الناس اللي بتشتغل في الدولة واللي بتشتغل في القطاع الخاص. نعم نعم هي الخدمة طبعا لها طبعا تبعات وآثار طيبة جدا، وخاصة زي بنقول كده ان هي بتيجي ضمن مجموعة من الحزم اللي تم تقريرها قبل كده للتخفيف على كاهل المواطنين، وبتستهدف قطاع عريض جدا من الشعب المصري سواء كان عامل او صاحب معاش او صاحب او برامج حماية اجتماعية اللي احنا بنتكلم عليهم تكافل وكرامة. عظيم جدا. المجلس النواب المصري هيبدأ دور الانعقاد الجديد في اول اكتوبر ان شاء الله.
نعم. وفور مناقشة هذه القوانين وإقرارها بترفع لفخامة الرئيس ثم يتم نشرها في الجريدة الرسمية والعمل بها على الفور. وأجهزة الدولة طبعا يعني بالنسبة لنا احنا كوزارة مالية في جزء من هذه التكلفة بيتحملها الباب الأول في الأجور، وفي جزء في الباب الرابع اللي هو الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية هيتم استيعابها من خلال الاعتمادات المدرجة في الموازنة، وده طبعا يعني انفاذا للتوجيهات الرئاسيه الصادره في هذا الشان. طيب استاذ احمد، انا هقول لك السؤال اللي الناس بدات تتكلم فيه بدءا من النهارده، انه يعني طب يا ترى وهل كل المؤسسات المعنيه بهذه القرارات هتطبق، ولا ان في بعضها ممكن يطلب التاجيل او يعمل نفسه مش واخد باله؟ اعتقد سيادتك ان 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 دي مش اول يعني مش احنا بنتكلم على زيادات متواليه، فبالتالي سوابق الامر ان اي اقرار لقانون هو ملزم لكافه الجهات الاداريه، وعدم التنفيذ يعد مخالفه يستوجب المساءله القانونيه، وده زي بقول لحضرتك مش 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 تجربه جديده، لا ده في وقائع قبل كده ان حضرتك كل هذه التوجيهات وكل هذه التشريعات لدى اجهزه الدوله لابد ان تكون محل تنفيذ لدى الشارع بما فيها الهيئات الاقتصادية، مش كده؟ نعم، بما فيها الهيئات الاقتصادية، بما فيها الهيئات الاقتصادية فندم، وبما فيها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وفيها يعني يعني معنى صح دي قوانين ملزمة لجهاتها على تنفيذها. ده أمر فورا نشرها في الجريدة الرسمية في اليوم نعم. التالي للنشر، عشان أبقى دقيق، في اليوم التالي للنشر. عظيم، أنا بشكرك جدا أستاذ أحمد، الأستاذ أحمد السيد رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة للدولة، ألف ألف شكر على هذه أو على هذا الشرح. بس خلوني هنا بقى بعد إذن حضراتكم أخذ معنا أيضا على التليفون أستاذ مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال. أهلا بيك يا فندم. أهلا. إزاي الصح؟ خليني هنا هسأل على الأثر الاجتماعي لهذه الحزمة. أستاذ مجدي الخط بيقطع. الفئات اللي هم الاقل دخلا هم اكثر هتفيد من هذه. استاذنك يا استاذ مجدي الخط بيقطع. نعم؟ جامد. الخط بيقطع جامد جدا، الشبكه مش ولا بد، فلو ينفع نقف في البلكونه اليومين دول مش حر. ماشي. كده كويس يا فندم، كده حلو. طيب دلوقتي اللي هيستفيد من الفئه دي اكثر الناس اللي هم الاقل دخلا بشكل كبير جدا، لان طبعا هم هيستفيدوا من مساله يعني حد الاعفاء الضريبي، وهيستفيدوا من حد الادنى للاجور، ده بالاضافه لل 300 جنيه اللي هم. الو سامعني يا استاذ؟ ايوه معاك يا فندم. 300 جنيه اللي هم علاوه الغلاء او علاوه الغلاء المعيشي 300 زياده عن ال 300 اكثر فئه هيستفيدوا خلال الفتره اللي جايه. لكن يتبقى شيء مهم جدا، ان احنا يجب ان احنا كلنا نتكاتف في مساله الاسعار، لان احنا لو قعدنا نزود في المرتبات وفي المقابل الاسعار بتزيد بشكل كبير جدا بالشكل ده، بالتاكيد مش هيبقى ليها تاثير هذا التاثير الايجابي. طيب ده احنا عارفين ان احنا مشكلتنا مقسومه نصين، في جزء مقسوم يعني نتيجه ارتفاع اسعار نتيجه التضخم، وجزء اخر نتيجه جشع بعض التجار. لازم نسيطر على مسألة جشع التجار ده بأي وسيلة خلال الفترة اللي جاية. المفروض يبقى في دور للغرف التجارية بتحديد أسعار، المفروض يبقى في دور للمجتمع المدني إن هو برضو يساعد من خلال مبادرات ليه. كلام إذا سليم؟ لقينا حد بيرفع السعر بلغ عليه بس كده. طب عندي سؤال سليم؟ بقى مهم جدا، القطاع الخاص هل هو ملزم بهذه القرارات ولا غير ملزم؟ القطاع الخاص؟ لا، هو بص، هو المفروض يعني الحد الادنى للاجور على سبيل المثال، اي زيادات للقطاع الخاص المجلس القومي للاجور هو اللي بيحدد الحد الادنى والعلاوات. حلو. وبالتالي المفروض المجلس القومي للاجور كان هيجتمع قبل نهايه العام. انت عارف ان الميزانيات بتاعه المجلس القومي للاجور بتبدا في يناير، مش زي الحكومه بتبدا في شهر 7. فالمجلس القومي للاجور هيجتمع قبل بدايه العام يحدد فيه مثلا، هو كان كده كده كان هيجتمع عشان المفروض هو ما زال لسه الحد الادنى لاجور 3000 جنيه، المفروض كان هيجتمع عشان يدرس مساله ال 3500.
لكن المساله تطورت دلوقتي وبقت 4000. ايوه. فالمفروض المفروض المجلس هيجتمع عشان يدرس، ولا بد من التشاور مع اصحاب الاعمال عشان نعرف ظروفهم هيقدروا يعملوا ايه خلال الفتره اللي جايه، المرحله اللي جايه. هو تشاور مش الزام يعني؟ تشاور طبعا، ما هو طبقا لظروف اصحاب الاعمال. انت عارف، بص يعني انت عارف شركات القطاع الخاص، سوري، في جزء منهم بيدفع اكتر بكتير من مساله الحد الادنى للاجور، وفي جزء بيلتزم طبقا لقرارات الدوله، وفي جزء تاني بتبقى ظروفه صعبه. احنا هي المشكله بالنسبه لنا دايما اللي بتبقى ظروفه صعبه، ده اللي ما بيقدرش يعمل يعني، ده واخد بالك؟ فعشان كده احنا بنراعي ده. بص انا برضو عايز اقول لك على حاجه يا استاذ يوسف. ايوه فعلا. انا راجل نقابي، بيبقى حلو. صعب عليا جدا ان انا اقول لك الكلام ده، بس لازم اقوله. انا احيانا لما يكون زياده الحد الادنى للاجور وهيكون المقابل بتاعه ممكن المنشاه تقفل، انا بتراجع وبقول لا، اخلي المنشاه تشتغل. لا، محدش طبعا عاوز المنشاه تقفل. يكون بس اهم حاجه صادق وبيقدم ميزانيات صادقه وبتاع. لا، انا دوري ان انا احافظ على استمراريه العمل، لان استمراريه العمل حاجه لصالح العامل. طبعا مفيش خلاف، انا عايز المنشاه تفضل شغاله وكله طبعًا. مهم عندي جدا انه بس طالما انا بحقق ارباح يعني لازم ادي الناس اللي عندي، طالما بحد لازم ادي العامل. طبعا ما اجيش اقول اصل يا دوب الارباح على القد. لا اله الا الله، هي ارباح تساوي ارباح، ارباح يعني ارباح. صحيح. فمفيش حاجه اسمها ارباح على القد، في حاجه اسمها ارباح. فيعني أيوة، نبص على العامل والموظف حبتين. انا بشكرك مره ثانيه يا استاذ مجدي، كل الشكر استاذ مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للاجور ونائب رئيس اتحاد العمال. ويمكن حتى على خلفية كلام الأستاذ مجدي المتعلق بمسألة الأسعار والتجار وما إلى ذلك، هتاخد بالك كمان عزيز المواطن إن في حاجة مهمة أوي. إيه هي؟ وزارة التموين الحقيقة بتعمل الحملات بتاعتها، جهاز حماية المستهلك الحقيقة بيشتغل. في ناس تيجي تقول لك طب وفين جهاز حماية المستهلك؟ جهاز حماية المستهلك شغله قايم، أساسه الكور بتاع البيزنس كده زي ما يتقال، قلب الشغلانة إن إحنا نبلغ. يعني هو يحمي المستهلك في حال إبلاغ المستهلك بأن هناك مخالفة ما. أول ما المستهلك يقوم بالإبلاغ هتلاقي الجهاز يبدأ يشتغل على طول. حلو كده؟ طيب. الوزارة بتعمل حاجة بتاعتها. الإدارات المنوطة بتاعت وزارة الداخلية المتعلقة لها مباحث التموين بتعمل وبتنزل وهكذا. بس أنا هرجع أقول لك تاني، عزيزي المواطن، النبي والنبي لقيت حد رافع أسعار أكتر من المتوسط العام المعمول بيه ما تسكتش. يعني في حاجات بتبقى أسعارها خلاص معروفة مفيش فيها جدل، رايح أشتري مثلا علبة لبن، فعلبة اللبن سعرها كذا، حلو كده؟ طب دخلت محل بقالة، سوبر ماركت، شوف أنت بتحب تسميه إيه، لقيت إن الراجل حاطط عليها مش هقول لك بقى 5 جنيه، لو حط عليها جنيه زيادة بلغ عنه على طول، جنيه واحد زيادة بلغ عنه، ما تسكتش. مش تاخد الإجراء بتاع المقاومة السلبية اللي هو أنا هاخد بعضي واخرج من المحل ده وشوف حد تاني بيبيع بسعر أفضل، لأنه بعد شوية هتبقى عدوى. وبتحصل، يقول لك يا عم ما كده كده كل الشارع ده بيبيع بنفس السعر، فأنت كمواطن أنت اللي بتحتاس في الآخر، وأنت اللي ده يجي على ظهرك زيادة أحمال انت قاعد عمال بتشيلها. فلا، لو سمحت لما تلاقيه غالي ما تسكتش، ما تسكتش ارجوك يعني. طيب خلونا بقى اخدكم ونروح على بني سويف مره تانية. بني سويف دي والله انا حكيت لكم امبارح. طيب احنا جزء كبير جدا من اللي احنا بنحب فعلا نعمله وبنبقى مستمتعين جدا بيه هو ان احنا نعمل لقاءات مع الناس، خلق الله العاديين، المواطن العادي، المواطنين اللي احنا عايزين نتفرج مع بعض يعني على مجموعة من اللقاءات اللي عملناها مع أهالينا هناك في بني سويف على هامش زيارة فخامة الرئيس للمحافظة. نشوف هذه اللقاءات وبعدين هنطلع فاصل وبعدين هنرجع نكمل الكلام. في نقلة حضارية تمت هنا في قرية سيتسو الأمراء، مش بس في قرية سيتسو الأمراء، هي في 6 وحدات محلية بيشملهم 66 قرية هنا في مركزين ناصر وبيبا، عندنا 12 وحدة محلية، في 6 منهم في مركز بيبا بس بيغطوا 46 قرية،
تم نقلهم نقلة حضارية كانوا بيعانوا، عشان كده كنا بنسميهم الأكثر احتياجاً، صح، المركز الأكثر احتياجاً، عشان كده شملته المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وكان أول مركز معنا هو مركز ناصر بعدد 66 قرية 1616 مشروع، اتحولوا من قرية كانت بتعاني من المياه الجوفية، من عدم وجود طرق داخلية، مش بس كده حتى الفصول كان فيها تجدس. فحضرتك عارف أن المبادرة الرئاسية مبادرة هدفها التنمية الشاملة، عملنا مجمع خدمي زي اللي موجود ورا مننا بيشمل مركز تكنولوجي، وكمان بيشمل مكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعي وسجل مدني وشهر عقاري، مش بس كده مقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس الشعب المحلي. عندنا 6 مجالس قروية، اجمالي القرى التابعة للمركز 46 قرية، تعداد سكاني 525 ألف نسمة على مستوى المركز، حاجة كل الحمد لله دي 46 قرية دخلوا حياة كريمة. عندي الله أكبر، عندي 1131 مشروع شغال على مستوى المركز، من ضمنهم قرية سيتس اللي احنا فيها حاليا دلوقتي. يا بختك يا أستاذ صلاح. يا بختك، يعني حياة كريمة مركزة معاكوا جدا. الحمد لله جداً. الحمد لله، مركز بيبا يمكن أول مركز، الحمد لله مركزين دخلوا في المحافظة، من ضمنهم مركز بيبا فيه 46 قرية، المركز الثاني فيه 19 قرية. يعني أنا احنا خدنا نصيب الأسد الحمد لله في حياة كريمة، مشروعات بتنفذ على أرض الواقع. كل حاجة هنا يعني والله العظيم فعلا فيها فايدة كبيرة قوي للبلد، وفعلا البلد اتغيرت، يعني بقت من قرية لمحافظة. الله أكبر، أو والله العظيم ده الفتوح يعني ده كله. أو والله من قرية فعلا لمحافظة. واحنا بقى هنا هوف سيتس، فقابلنا أبو حميد، وقفنا قال لنا أنا عايز أقول حاجة. عايز تقول يا أبو حميد؟ عايز أشكر الرئيس على إنجازاته وعلى تخطيطاته في كل حاجة، وهو نورنا النهاردة في قرية سيس وحلانا وزودنا النص، وعامل إنجازات كتيرة معانا، وموفر لنا كل حاجة، وموفر لنا الإنجازات كل حاجة، والمواصلات وكل حاجة موفرة. ازيكم عاملين ايه؟ كله كويس؟ زمان وانا صغير كنت بتفرج على برنامج مهم جدا كان اسمه عالم البحار، وكان بيقدمه الله يرحمه يا رب العالم العظيم الدكتور حامد جوهر، ومنه طبعا يعني اكتسبت مجموعة واسعة جدا من المعلومات عبر هذا البرنامج اللي كنت أشوفه برنامج شيق جدا ووجبة عظيمة من المعلومات حول البحار والأحياء البحرية وأنواع الأحياء اللي عايشة فيها وحاجات زي كده. وبعدين كنت أستغرب جدا إزاي بيتم التعامل مع مفترسات البحر زي القروش والحوت الفتاك اللي هو الأبيض في أسود ده، وده نوع من الحيتان مش من القروش على فكرة، وده برضو من المعلومات اللي اكتسبتها. المهم وإنه بيتعمل لهم ترقيم، ومش عارف بيتعمل إيه في الزعنفة، ومش عارف كان تتعمل بقى الكاميرات، وكان وقتها لسه مش كاميرات بس بتعمل زي أجهزة تتبع، حاجة زي جي بي أس كان بتعمل عشان يشوفوا حركة هذه الأحياء في المحيطات والبحار، وبتهاجر إمتى وبتتناسل إمتى وبيحصل إيه وبتضع إمتى البيض بتاعها، يعني حدوتة كبيرة جدا. غير ان انا شخص بحب البحر جدا جدا. المهم وبعدين احنا خدنا بالنا الفترة اللي فاتت دي كثر الحديث ما بين من يفهم، والحمد لله عندنا الناس بتفهم كتير، وبين من لا ناقة له وجمل فقرر ان يفتي فيما لا يعلم، حول مسألة القروش والسواحل المصرية ويا ترى ويا هل ترى. وللأسف أصبح ناس كتير بتدلي بدلويها في هذا الموضوع، هم بعيدين كل البعد عن هذا العلم لأنه علم حقيقي بيدرس في كبريات الأكاديميات والمعاهد البحثية اللي منها موجود في مصر واللي موجود في كل حتة في العالم. لقيت النهاردة خبر على زراعة أول كاميرا لقرش بالبحر الأحمر، أول كاميرا من عندنا إحنا كباحثين مصريين، مش إحنا اللي هو يوسف يعني، الباحثين المصريين عملوا ده. خلوني أفهم على هذا الموضوع أكتر من دكتور محمود معاطي، مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في الغردقة. أهلا بك دكتور. مساء الخير يا فندم. مساء الفل. أنا أحب دايما أرجع للعلماء، ما احبش ارجع لكلام الناس اللي ملاش علاقه بالموضوع. الاول هو دي اول مره احنا يبقى نزرع زي ما يقولوا كاميرا في قرش في البحر الاحمر، ولا لينا تجربه سابقه على كده؟
لا للاسف ما لناش تجربه سابقه، دي اول مره نعمل حاجه زي كده ان احنا نزرع كاميرات او اجهزه تتبع او اجهزه حساسه على الكائنات البحريه. علشان كده احنا جايبين الدكتوره جوليا سبات الخبيره الامريكيه. عظيم جدا. السؤال، وما الذي دفعنا ان احنا نعمل كده؟ الفتره اللي فاتت ظهور القروش على الشاطئ زاد وبقى في مناطق متنوعه. فما عندناش دراسات، الدراسات اللي عندنا على القروش دراسات بيولوجيه، وكل الاراء المصريه عباره عن اجتهادات شخصيه واستخدام نواتج تجارب الاخرين في الخارج. اوكي. فما عندناش دراسات لمناطق التحرك بتاعه القروش وسلوكيات القروش واساليب التغذيه واساليب التكاثر. قصه حياه القروش تحت السطح احنا مش بنشوفها غير الفتره بتاعه الساعه 6 صباحا اللي هي بنعمل فيها الغطسات بتاعه القروش، وبيبقى القرش راجع واكل وعايز ينام. احنا كل خبرتنا في القروش الخبرة المصرية عندنا تلت ساعة أو النص ساعة دي. وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين أطلقت التجربة إن إحنا نحط أجهزة التتبع والكاميرات على القروش لدراسة سلوكياتها ومعرفة دورة حياتها في البيئة البحرية. عظيم. طيب طبعا أنا هيبقى عندي سؤال يبدو ساذج بالنسبة لحضرتك، هو أنا معلوماتي صححها لي يعني القرش علشان يتنفس لازم يفضل في حالة حركة دائمة صح؟ مش صح قوي يعني. هو أنا عندي ثلاث أنواع من التنفس في القروش. أنا كنت بسأل ده علشان كنت أسأل على إزاي بينام بقى طالما طول الوقت محتاج حركة عشان يحصل دفع مية جوه الفتحات بتاعة الخياشيم فيعيش، بينام إزاي ده؟ ده ليه أنا يعني لسه إلا لو اتكلمنا على الاسماك العظميه، ميكانيكيه التنفس في الاسماك العظميه، الاسماك العظميه عندها غطاء خياشيم، فبتقفل غطاء الخياشيم وتفتح البق فبتخش الميه، تقفل بقها وتفتح غطاء الخياشيم وتطرد على الميه على الخياشيم، يحصل تبادل غازات ما بين الميه والخياشيم. القروش ما عندهاش غطاء خياشيم. بعض الانواع بتحتاج ان هي تتحرك حركه دائمه علشان الميه زي ما حضرتك بتقول كده تخش من الفم، فتحه الفم وتطلع من الخياشيم. طب هل دي ما بتنامش؟ لا، دي القروش اللي من النوع ده بتنام عندها في الجذع الشوكي، عندها جذعين شوكيين، فلما تيجي تنام عندها حاجه زي الطيار الالي او الاوتو بايلوت كده في الطيارات، ان هي او لما تيجي فتره النوم بتاعتها اللي هي النهار عندنا القروش كائنات ليليه فبتنام بالنهار، فلما بتظبط العمق والسرعه واتجاه الحركه بتاعها اللي غالبا بيبقى دائل بتنام، بتشغل الجهاز السباحه الاليه اللي في مخها اللي ربنا مديلها الخاصيه دي، وبتبدا تتحرك في دوائر منتظمه وتنام. ودي بنشوفها في الهامر هيد او قرش المطرقه لما بننزل له على عمق 45 متر بنلاقيه على 48 بيلف في دوائر حوالين نفسه. ده نوع. في نوع ثاني عنده فتحات تنفسيه فوق على قمه الراس جنب فتحه الانف اسمها السبايركلز. السبايركلز دي او الفتحات التنفسيه وظيفتها ان هي بتقوم بشفط الميه من الخارج ودفعها في اتجاه الخاشب. فدي مش محتاجه انها تفضل عايمه طول النهار فاتحه بقها. في نوع ثاني عنده عضلات في الخدود بتاعته بالبلدي كده. فبيقوم بعمليه شفط او مص للميه اثناء فتره النوم ويبدا يوجهها ناحيه الخاشب. دول الثلاث طرق اللي بيستخدموا التنفس للاسماك القرش. ده السؤال بتاعي عشان اضيف لمعلوماتي. يفضل بقى السؤال، اي نوع من القروش اللي احنا زرعنا فيها الكاميرا دي؟ المرحله الاولى هو انت الخطه كانت على ثلاث مراحل. المرحله الاولى كانت دراسه الانواع المسؤوله عن الهجمات واعدادها، واتضح ان احنا عندنا ثلاث انواع مسؤوليه رئيسيه عن الهجمات في الفترة اللي فاتت في مصر عامة يعني. اللي هم التايجر شارك او القرش النمر او والماكو شارك او قرش الذئب والاوشانيك وايت تيب شارك او القرش المحيطي ذو اطراف الزعانف البيضاء اللي الغطاسين بيطلقوا عليه اللونجوانوس. وكانت الهجمات الملحوظة اللي تم رصد فيها السمكة اتضح ان هي بتبقى انثى. فتم الاتفاق
ان يتم التعامل مع الثلاث انواع دول التايجر والماكو والاوشانيك في الاناث اللي طولها بيزيد على او بيوصل ل 3 متر، حيث انها هي المسؤوله على الهجمات اللي حصلت على الشواطئ المصريه. عظيم جدا. الفترة الأخيرة. طيب الكاميرات دي احنا هل هي بتبث على طول ولا بتسجل؟ وإذا كانت بتسجل أنا هقدر أحصل على القروش دي تاني إزاي علشان أقدر أخد التفريغ ده وأطلع عليه وأبحثه؟ الفكرة إن الجهاز اللي راكب على القرش بيبقى راكب في الغالب على الزعنفة الظهرية، وبيبقى عبارة عن كاميرا فيديو ومقياس للسرعة ومقياس للحرارة، وبعض الأحيان بيبقى فيه مقياس للعمق، بيبقى ليه فترة تسجيل. بعد استكمال فترة التسجيل الجهاز بينفصل اوتوماتيك عن الزعنفة الظهرية بتاعت سمكة القرش، وبيطفو على سطح المية وبيبدأ يدي بلصات او بيدي نبضات بيستقبلها القمر الصناعي، وبننزل نجيبه في الموقع بتاعه على طول يبطل في وش المية. إذا نحن في انتظار بقى يعني ما سوف تأتي به هذه الأجهزة وتحليلها فيما بعد ذلك، وبرضو ساعتها نبقى نتصل بحضرتك يا دكتور محمود هنتقل عليك نفهم بقى إيه اللي بيجرى. أشكرك يا دكتور، كل الشكر. أنا عايز بس أوجه الشكر لفريق المحميات في البحر الأحمر لأنه بيبذل جهد فوق الرهيب في تركيب الأجهزة دي علشان فعلا نوصل لإنتاج ويبقى عندنا خبرة ذاتية في مصر. وضم صوتي لصوتك في هذا الشكر جدا. أشكرك جدا يا دكتور محمود، كل الشكر دكتور محمود معاطي مدرس الأحياء البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة. أظن أديت لكم بقى إيه يعني جرعة رائعة جدا من مسألة علوم البحار النهاردة كده والقروش ولسه يعني هنعمل الحكاية دي كتير. أصلا مبهور جدا كنت بعلم البحار. خلوني أخدكم ونروح على تقرير متعلق بافتتاحية البرنامج التدريبي لأعضاء دول لجنة حماية المستهلك بمنظمة الكوميسا. حرص بقى فيها جهاز حماية المستهلك على التعاون المستمر مع أعضاء دول الكوميسا. خلينا نشوف ازاي بنشتغل مع بعض جهاز حماية المستهلك بتاعنا، جهاز حماية او اجهزة حماية المستهلك في مجموعة الدول الاعضاء في الكوميسا لتعزيز العمل الافريقي المشترك. بنقدر نتعلم مع بعض، بنقدر نعلم بعض، بنتعلم من بعض من خلال الاتفاقيات سواء اذا كان التعاون الثنائي او اتفاقيات مجمعة الى اخره. نشوف ازاي نقدر نواجه اي شكل من اشكال الممارسات الاحتكارية. نشوف ازاي نقدر نحقق عدالة اجتماعية للمستهلك وتنمية اقتصادية في البلد. لو سمحتوا خلونا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. بنتشرف باختيار مصر ان هي تدرب الدول الافريقية من قبل الكوميسا على حماية المستهلك. كلنا بنأكد على حاجة واحدة، المستهلك في المقام الأول، المستهلك هو ذراع الرئيسية لتمويل أي مشروع، المستهلك هو الأساس في أي اقتصاد قوي، الحفاظ على المستهلك هو الحفاظ على اقتصاد أي دولة. الحقيقة البرنامج التدريبي هيكون على يومين، وبعديها برضو بندعوهم إن هم يشوفوا مجموعة من الأماكن السياحية والتراثية في مصر، وإن شاء الله دي بداية من سلسلة من التدريبات الكوميسا طلبت مننا إن احنا نقدمها للدول الإفريقية، وإحنا إن شاء الله مستمرين. أولا مصر عضوة في الدولة، عضو في الكوميسا وفي لجنة المنافسة بالكوميسا، وتم اختيار مصر لما لها من جهاز حماية المستهلك من نجاحات، وهو جهاز راسخ له خبرة وباع طويل في تطبيق وتنفيذ القوانين ذات الصلة بحماية المستهلك. وبالطبع هناك أيضا نظم قائمة بالفعل في مصر مثل نظام معالجة الشكاوى وأيضا الكول سنتر أو مركز الاتصالات وغيرها من النجاحات اللي بنحرص أن تتبادلها مصر مع الدول الأعضاء الأخرى. في حاجات كده أخبار من الأخبار اللي أنا أحبها بصراحة جداً.
جدا، زي بالظبط كده انتخاب الناقد السينمائي أحمد شوقي رئيس للاتحاد الدولي للنقاد. طب مبسوط ليه يوسف؟ مبسوط بالتأكيد لأحمد شوقي، ده مما لا شك فيه جدا، ومبسوط بالتأكيد أنه هو يصبح أول رئيس مصري لهذا الاتحاد. معانا الناقد السينمائي المنتخب رئيسا للاتحاد الدولي للنقاد الأستاذ أحمد شوقي. أهلا أهلا أهلا. مساء الفل أستاذ يوسف. مساء الفل وألف مليون مبروك. ربنا يخليك وعيشني جدا. وانت اكتر والله العظيم حقيقي يعني. فانا بقول انا كده كده فرحان جدا لاحمد شوقي، وفرحان كمان بانه هو اول رئيس مصري للاتحاد الدولي للنقاد. هو مش بس اول رئيس، هو مش اول رئيس مصري، هو اول رئيس من العالم، مش هنقول العالم الثالث، بس من بره المركزيه الاوروبيه والامريكيه، من العالم المظلوم. تاسس 1925، بقاله 98 سنه. خلال ال 98 سنه جميع رؤسائه اما اوروبيين او امريكان. طب ده يخليني اقعد افكر معاك بصوت عالي، يا ترى ليه؟ يعني في احتكار ابيض لو صح التعبير يعني لمثل هذه الامور، او كان في هذا الاحتكار؟ بص، هو طبيعه الامور ان السينما فن غربي النشأة، يعني مش زي الفنون التانية اللي كان ليها روافد شرقيه. هي السينما ارتبط يعني فن نشأ مع ابتكار تقني حصل في الغرب، وكل الثقافة السينمائية والنهضة السينمائية اللي حصلت في مطلع القرن العشرين كانت مرتبطة إما بأمريكا وهوليود أو بدول أوروبية زي فرنسا وزي ألمانيا وزي إيطاليا. والاتحاد لما تكون سنة 25 في بروكسل، أول مرة اجتماع للنقاد حصل في بروكسل في بلجيكا، ما كانش عندهم تصور، يعني ما كانش في دول بره ده بتنتج أفلام. مصر كان فيها صناعة لسه ناشئة، بس ما كانوش يمكن يسمعوا عنها. يعني بدأ العالم يعرف عن صناعة السينما في مصر سنة 46 لما اتعمل أول نسخة من مهرجان كان، وتعرض فيلم سيف الجلاد ليوسف وهبي، كان أول فيلم مصري يشارك في مهرجان كان. فيعني كان في منطقيا في بداية نشأة الاتحاد منطقيا أنه كان المتوافر والموجود هو ده. وكمان احنا مثلا يعني اول دوله عربيه تنضم للاتحاد كانت مصر سنه 72 لما تاسست جمعيه نقاد السينما المصريين. ف 72 من 25 برضو حوالي نص قرن يعني. لكن خلال السنوات الاخيره كان بدا الهيمنه دي تتكسر. صحيح انه ستيل كانت الرؤساء من اوروبا، لكن انا مثلا كان بقالي فتره في مجلس اداره وكنت نائب رئيس في اخر دوره، وبدأنا نشارك بشكل أكتر. بقى كل سنة عندنا نقاد مصريين بيسافروا يشاركوا في لجان تحكيم المهرجان الاتحاد في مهرجانات مختلفة، في كان، في فينيسيا، في برلين، في تورونتو. فوجودنا بدأ يفرض نفسه، وده مشي مع اللي بيحصل في العالم دلوقتي من محاولة لزيادة الانكلوجن وإدراج ناس جايين من خلفيات ثقافية واجتماعية وسياسية ودينية مختلفة. لكن احنا كمان كنا برضو منعزلين، يعني انت عارف ان السينما المصرية عندها أزمة كده تاريخية، هي انها سعيدة جدا بنجاحها في المحيط العربي، سعيدة جدا بانها سينما مطلوبة ومحبوبة في العالم العربي، وما عندهاش الرغبة في انها تكسر الحدود دي وتسافر. اللهم طبعا الا اسماء معدودة زي يوسف شاهين، زي خيري بشارة، اللي هي حاجات كانت تعتبر استثناءات قياسا على الوضع العام. طيب إذا افترضنا ذلك، أنا بدردش معاك في إطار أن أنا فرحان بأنه أخيرا بقى لو صح التعبير كده زي ما أنت قلت رئيس للاتحاد، ولكن من العالم المظلوم أو الذي تعرض، طالما تعرض للظلم. طب ما هو ما جاش مثلا رئيس الاتحاد من الهند، أظن السينما الهندية ولا كانت منعزلة ولا حاجة. صحيح صحيح، وده سؤال من أمريكا اللاتينية. يعني انا مش في معرض ان انا دافع اطلاقا عن الرجل الابيض اللي احنا كلنا عارفين ان في دايما قناعه كده بان انت لو انت غربي اوروبي امريكي ابيض فانت اللي عندك الثقافه، انت اللي عندك المعرفه، انت اللي بيعرف بيك الاشياء، واي شيء اخر بيعرف بانه مش شكلنا، ان هو جاي من الهند، انه جاي من امريكا اللاتينيه، انه جاي من الصين، وهكذا. ف يعني انا مش في معرض الدفاع عنهم، ولكن احنا كمان لازم نعمل اللي علينا. يعني صح. انت زي اي جماعه في التاريخ كانت مهمشه او كانت مضطهده او كانت ما بتاخدش اللي يليق بيها من حقوق ومن تواجد، زي ما العالم بيتغير. العالم ده ما بيتغيرش من نفسه، العالم بيتغير بان احنا نشتغل، بان احنا نوصل صوتنا، ان احنا نحاول نثبت وجودنا، ان احنا نقول ان عندنا مخرجين وكتاب وممثلين هايلين يليقوا بانهم يبقوا على المستوى العالمي، ان يكون عندنا نقاد جيدين بيتكلموا لغه العالم
وقادرين يواجهوا المتغيرات اللي بتحصل في شكل الاعلام وشكل الثقافه السينمائيه في كل حته في الدنيا. وبالتالي ده التحدي الكبير اللي عندي انا بقى، يعني دلوقتي انا بقيت خلاص مسؤول عن الاتحاد بشكل عام، يعني بمعنى انه الناقد اللي موجود في استراليا والناقد اللي موجود في تايوان والناقد اللي موجود في تشيلي كلهم في النهايه تحت اداره المجلس الاداره اللي انا برأسه. مظبوط. فدي الاسئله المهمه اللي احنا نطرحها، يعني طبعا في ذهني وجودنا كمصريين وكعرب وكافارقه جوه انشطه الاتحاد، لكن مهنه النقد اصلا عموما في العالم بتتعرض لتحدي كبير جدا في الفتره الاخيره. ايه طبيعه هذا التحدي؟ طبيعه هذا التحدي انه مهنه النقد مهنه زي اغلب الشغلات الاعلاميه، زي شغله حضرتك في التلفزيون، زي شغله الصحفي، هي كانت حسب الشكل القديم الاعلام قايمه على المركزيه. دلوقتي مع ظهور الميديا الجديده والسوشيال ميديا والاشكال المختلفه لكلام الناس عن السينما، اصبح يعني انا هبقى بخدع نفسي لما اقول ان انا المقال اللي بكتبه بيقراه عدد قد اللي بيشوفه مراجعه فيديو واحد بيعملها على تيك توك ولا على يوتيوب، ممكن يكون محتواها ما فيهوش العمق او الدرجه الكافيه من الخبره لتناول الافلام، بس عنده صياغه شعبيه ما بتخلي انا مقالي يقراه 200 300 الف واحد وهو الفيديو بتاعه يتفرج عليه مليون واحد. صحيح. دي حاجه حتى لو احنا مش راضيين عنها ما تقدرش تنكف، ما تقدرش طبعا تقول ان انت لازم تتعامل معاها كناقد عشان لو عايز تعيش، لو عايز يكون ده مصدر رزقك، يعني لو عايز يكون دي حياتك لازم تتعامل مع الوضع ده. طيب يجي في بالي سؤال يبدو معروف او متداول او هيجي على ذهن اي حد، مساله انه ايه الدور اللي هيقوم بيه احمد شوقي وهو يترأس لاتحاد النقاد الدولي في اطار دعم هذه المهنه، حمايه هذه المهنه، وفي نفس الوقت ابراز دور النقاد بتوع العالم الذي كان مضطهدا. طبعا ده يعني سؤال محتاج رساله دكتوراه، لانه أده حد عنده الاجابه السحريه كانت الامور بقت اسهل بكتير. ولكن اللي انا اقدر اقوله او اللي اقدر اعترف بيه ان اي محاوله لمواجهه الزمن، اي محاوله انك تقف في وش القطر اللي بيحصل ده هتنتهي بخسارتك، يعني هتنتهي انك ما حدش هيقف في وش القطر ويطلع سليم، يعني زي ما بيقولوا. وزي ما زمان لما السينما كانت صامته وظهر الصوت فكان في بعض المخرجين رافضين جدا فكره الصوت باعتبار انه بيقلل من فنيه وبصريه السينما، وزي ما كانت السينما ابيض واسود ولما ظهرت الوان في جيل من المخرجين كان عنده تمسك بالتصوير الافلام بالابيض والاسود باعتبار انه الفن التصوير كان وصل وقتها قدره فريده على التعبير بدرجات اللونين دول على مشاعر يمكن الالوان خدت وقت على ما تقدر توصل لها. احنا دلوقتي عايشين في مرحله زي دي. اوكي، انا معترف انه كتير من المواد اللي بتلقى رواج على الانترنت قد لا يتحقق فيها الشروط الثقافيه والفنيه اللي انا احبها كناقد وكمحب للسينما وكمشاهد وكقارئ، لكن في نفس الوقت ما اقدرش ما الفتش نظر كل زملائي في الاتحاد ان دي فرصه ذهبيه، ان انت بدل ما تقعد جنب الحيط وتشتكي وتقول الدنيا ما عادتش زي زمان، النقد ما عادش زي زمان، شويه عيال بيطلعوا على الانترنت يعملوا دورنا، لو فضلت تشتكي يعني جود لك تمام، انت واللي حواليك المؤمنين بيك هيؤمنوا بشكوتك وخلاص. لكن انك تعرف تحاول تستغل هذه الادوات المتاحه للجميع المجانيه في اغلب الاحوال عشان توصل محتوى قيم ومفيد ومع الوقت يبدا يفرز قارئ او مشاهد او متابع او متفرج يقدر يميز ما بين السرديه النقديه الجيده والسرديه النقديه الساذجه او التافهه، ده المفروض ان احنا يعني انا التحدي بتاعي ان انا اقنع ممارسي النقد حوالين العالم انه اللي بيحصل في الدنيا ده مش عدو ليكوا حتى لو تسبب في بعض المتاعب، لكن هو اوبورتيونيتي، يعني فرصه قد تتمكن من استغلالها عشان تكون احسن او قد تدهسك في طريقها. صحيح، عندك حق، اشكرك والف مليون مبروك، شكرا جدا لك يا احمد، كل الشكر للناقد السينمائي احمد شوقي رئيس الاتحاد الدولي للنقاد. طيب النهارده يا ساده يا كرام، اعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه واللي بيضم في عضويته 27 اتحاد اقليمي واكثر من 30 اتحاد نوعي على مستوى الجمهوريه تاييده ودعمه لترشح فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بداوا من مشوار لبناء الجمهوريه الجديده وتحقيق تطلعات وامال الشعب المصري. بيأكد البيان أن جموع الشعب سوف تظل خلف الرئيس السيسي دعما لجهوده ومتمنية التوفيق والتقدم لمصرنا الحبيبة. البيان ده بالمناسبة
انتوا خدتوا بالكم من التقرير اللي احنا زعناه ولا لا؟ اللقاءات اللي احنا عملناها ببني سويف، شفتوا اخونا الطيب اللطيف اللي كان ركب التريسيكل الازرق؟ بالمناسبه انا مش عايز احلف، شوف ربنا سبحانه وتعالى حاسبني، الراجل ده هو اللي وقفنا في الشارع، هذا الشاب الرائع اللي كان ركب التريسيكل الازرق هو اللي وقفنا في الشارع، مش هحلف ولا احلف ولا ايه، مش عارف اعمل لكم ايه. المهم انا عايز اصور معاكم، فانا ضحكت قلت له هتصور عايز تقول ايه؟ قال لي مش هقول لك، انا هقول، انا اقول اللي على مزاجي والله العظيم. فقلت له طب تعالى يا عم قول اللي على مزاجك. قال اللي انتوا شفتوه اللي هو كلام لا يبتعد عن البيان الصادر من الاتحاد. وخليني هنا اخد معانا على تليفون دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهليه. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ كله تمام؟ تمام يا رب. تمام يا رب يخليك يا فندم. يعني دكتور طلعت، يعني هسأل سؤال، لماذا صدر هذا البيان بمساندة ودعم الرئيس في هذا الترشح؟ لماذا تريدون لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يعني يترشح للفترة الرئاسية المقبلة وتدعموه في ذلك؟ وقلت في البيان لاستكمال مشوار بناء الجمهورية الجديدة، وده يستتبع سؤال، وما هو هذا المشوار؟ وما هي ملامح الجمهورية الجديدة في رأيكم؟ يعني خلينا دكتور يوسف ان احنا النهارده احنا كمجتمع اهلي بدايه يعني اكثر ناس حسينا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لينا، والدعم ده كان يمكن حضرتك لو متذكر في قانون 70 لسنه 2017 صدر طبعا، وكان يمكن احنا كان في انواع الغضب الشديد من الجمعيات المستهلكيه نتيجه هذا القانون اللي كان فيه عدد من المواد منه بتعوق العمل الاهلي. وقبل اللائحه التنفيذيه من ان تصدر، قبل ما تصدر الرئيس في يناير 2019 ادى توجيهات للحكومه بوقف العمل بقانون 70 لسنه 2017، وطلب يتعمل حوار مجتمعي لاصدار قانون جديد يساعد العمل الاهلي. وبناء على كده صدر قانون 140 لسنه 2019، ودي كانت لفته طيبه من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمجتمع الاهلي على مستوى كل جمعيات مصر. اللافتة الثانية أيضا يعني أما جه النهاردة أعلن أن 2022 عام منظمات المجتمع المدني، واللي يمكن أفرزت عن الاتحاد الوطني العمل الأهلي التنموي، ودي طبعا نقلة كبيرة جدا أن يكون هناك تحالف قوي يضم الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبرى لدعم الأسر الأكثر احتياجا. أيضا يعني ثقة الرئيس في المجتمع الأهلي والإشادة به دائما في كل المواقف، فده بالنسبة للجمعيات الأهلية. نمرة اثنين بقى بالنسبة للوطن، يعني اظن يعني الامن والامان اللي احنا كلنا عايشين فيه ده طبعا ليه ثمن، وثمن كبير جدا. ان مصر النهارده يعني برغم الظروف الاقتصاديه الصعبه على مستوى العالم، ومصر جزء من العالم، ولكن الحمد لله لا زالت المعدل الاقتصادي جيد، لا زالت الدوله المصريه واقفه على رجليها ورغم الازمات، والعالم كله والشعوب اللي حوالينا كلها اتاثرت قد ايه. يكفي نعمة الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيها، أظن ديت الأمن والأمان ديت لها ثمن، وثمن كبير جدا. النهاردة مصر النهاردة يعني أصبحت الدول الكبرى كلها بتحاول تعمل علاقات مع مصر، مصر يعني واعدة المشروعات التنموية، البنية الأساسية، مبادرة حياة كريمة اللي هي اتكلفت أكثر من 300 مليار كمرحلة أولى، وهتدخل لأكثر من تريليون كثلاث مراحل اللي هي هتضم بنتكلم على 4500 قرية مصرية، شبكة الطرق، العاصمة الإدارية الجديدة، العالمين وغيرها وغيرها، الإنجازات كلها. وبعدين إحساس الرئيس بالمواطن المصري البسيط، وامبارح شفناه وقبل كده في المية قرارات يعني ثورية وقرارات، ورغم الظروف كلنا عايشين محادثة سويا في مجلس النواب، ونعلم تماما عجز الموازنة العامة للدولة، ولكن الرئيس كان حريصا ان هو يعني يعطي بعض الدعم حتى البسيط للمواطنين برضه يعني مساعده يعني عشان يواجهوا الظروف الصعبه اللي هم عايشين فيها. والمبالغ دي من امبارح قررت تصل حوالي 60 مليار جنيه، ده طبعا برضه مبلغ مش قليل، 11 مليون من اصحاب المعاشات يعني هيستفيدوا 33 مليار، تكافل وكرامه حوالي 5 مليار، وهكذا. فطبعا احنا النهارده دي كل دي انجازات تمت. مصر الحمد لله بقت دوله موجوده ودوله قويه
ودولة النهاردة محورية في المنطقة، وكل الدول العربية اللي حوالينا احنا عايزين نبص لها بصة كده، اليمن أو السودان أو العراق أو ليبيا أو سوريا، كل الدول دي أصبحت أشلاء دول. أنا الحمد لله دولة ودولة قوية ودولة أرفع رجليها، والرئيس دايما يعني عايش مع الناس وبيسعى إن يعمل بنية أساسية قوية وبيحس بالمواطنين. يعني النهاردة كل دي تخلينا كلنا يعني بمنتهى الإرياحية ومنتهى الحيادية وبمنطق العقل وبمنطق العدل، إن احنا النهاردة نقف معاه ونجده إن هو يعني يتقدم، وكلنا طبعا خلفه مش ناحية عاطفية ولكنها ناحية عقلانية بنسبة 100%. دي ده مشوار كبير وحمل كبير وحمل ثقيل، والرئيس طبعا من أول مرحلة وهو يعني لولا وجوده في يعني 2013 ولولا ان هو يعني حط كفن على يده زي ما بيقولوا، هو اللي كان يعني وعرض نفسه لمساله ليست بالقليله وتحمل ما لا يتحمله بشر، وهي طبعا تحمل يعني تحمل قياده الدول ليست هينه وليست بسيطه ولكنها مسؤوليه كبيره. احنا دوله عدد سكاننا 105 مليون مواطن، غير 10 مليون خارج مصر، غير 9 مليون من الاخوه الاشقاء من الدول العربيه وغيرها. احنا بنتكلم في دوله ضخمه جدا، 26% من سكان يعني مستوى العالم العربي. طبعا كل هذه مسائل مش من السهوله بمكان، والنهارده في برنامج وفي خطط وفي استراتيجيات وفي برنامج وفي مشروعات والارض تشهد بذلك. فطبعا اي حد بيزايد او اي حد النهارده يعني طبعا احنا طبعا الدوله المصريه دوله قايمه على الديمقراطيه، ودستور مصر يعني بيقوم على الديمقراطيه طبعاً. والترشح مسموح للجميع، وطبعا حريه الترشح موجوده، والضمانات العمليه الانتخابيه، وطبعا الانتخابات هتتم تحت اشراف قضائي كامل. فيعني اما النهارده ما تم على ارض الواقع وما يتم ان هو اعاده للشخصيه المصريه اللي هي يعني موجوده. الرئيس النهارده كل المواطن ذكي يا دكتور طلعت، المواطن ذكي، المواطن مش عبيط حقيقة. يعني الناس عارفة كويس جدا مين اللي يقدر يشيل الشيلة، مين اللي يقدر يقود، مين اللي يقدر يشتغل. المسألة مش متعلقة بأن المسألة تبقى حالة حنجورية ولا انتخابات اتحاد طلبة وما إلى ذلك. أنا عايز أشكرك جدا يا دكتور طلعت، كل الشكر دكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية. قبل الفاصل أنا عايز ألفت بس النظر لحاجة مهمة جدا. إبريل اللي فات لما حصلت بعض الزيادات وحصلت علاوات وما إلى ذلك، فترفع، خد بالك، اترفع معها على طول حد الإعفاء الضريبي من 24 بقى 36 ألف، صح؟ طيب امبارح يوم 16، مش امبارح كان 16؟ ولا 16، امبارح 16/9 الرئيس خد حزمة قرارات فيها علاوات، فيها حد أدنى للأجور، فيها معاشات وما إلى ذلك. فلما اتعمل كده برضو ترفع معها الحد بتاع الإعفاء الضريبي مرة تانية، فبدل 36 بقى كام بالظبط كده؟ بقى 45. المرة اللي فاتت كانت العلاوة 300 جنيه بتاعت غلاء المعيشة، حلو؟ طيب والمرة دي 300 تانيين، فتبقى 600. طيب 600 في 12 شهر، أنا مش هقولك 300، أصلا 300 في 12 يعني 3600. طب ده الفرق لوحده حوالي 9000 جنيه في حد الإعفاء، الربع يعني. لا ده خد بالك بقى، ده لو احنا حسبنا 600 مش 300 هيبقوا 7200. طب اذا كان كمان جنبها بقى الضرايب، الحد الإعفاء بتاع الوعاء الضريبي وصل لحد 45، ده معناها ايه؟ ان انا برفع حد الإعفاء الضريبي بحيث لا يلتهم او تلتهم هذه الزيادة، سواء اذا كانت الزيادة بتاعت العلاوة او الزيادة بتاعت الحد الأدنى للأجور، إلخ إلخ إلخ. ده اسمه ذكاء اتخاذ القرار. عشان كده لما بقولك في فرق كبير جدا ما بين ان يبقى فيه حد عاوز يبقى رئيس جمهورية او حد يطلب منه انه يبقى رئيس جمهورية او يدفع الى انه يبقى رئيس جمهورية، بيبقى عارف هو بيعمل ايه او عارف هيعمل ايه. تعالوا نروح لفاصل، ونرجع بعد الفاصل نفكر مع بعض بصوت عالي ونفتكر مع بعض بصوت عالي حالة المصريين في اكتوبر ايام النصر.
وإزاي نصر أكتوبر أثر على الحالة النفسية والاجتماعية، إزاي كانت مظاهر البطولات الشعبية الناس في وقت الحرب. خلونا بعد الفاصل نستقبل ضيفنا العزيز كاتبنا الكبير الأستاذ محمد توفيق، استنونا لو سمحت. التحول اللي حصل النهاردة في تقديم الخدمات خلى البريد المصري دايما يدور على الجديد، وكان الهدف الأساسي تقديم خدمات لشباب الشباب المصري. يمكن الجيل الكبير شوية عارف البريد المصري وعارف الخدمات اللي بنقدمها، لكن النهاردة الشباب وهو ده هدفنا ان احنا نكلمه، بنقدم له الجديد زي ما قدمنا في السابق السنة اللي فاتت تطبيقات زي وصلها تقدم خدمات. النهاردة التحالف الكبير اللي بيحصل مع دي انترتينر انا بعتقد ان هو نقلة كبيرة في السوق المصري. التواجد في مصر كان لازم يجي عن طريق شراكة قوية جدا، فطبعا البريد المصري بانتشاره الكبير في مصر كلها وعملائه كتار، فطبعا ده كان مهم قوي بالنسبة لنا ان احنا نبقى مع البريد المصري. الانترتينر از ان ابلكيشن، هي ابلكيشن موجودة في اكتر من 10 دول على مستوى العالم. شغلها بسيط جدا، اتس فيري تكنيكال، يعني التكنولوجي بتاعتها از فيري سمبل، ان الناس بتقدر بطريقه تكنولوجيه معينه تحصل على عروض وتحصل على اسعار وتعيش عيشه احنا بنسميها سمارت لايف، انك انت بتعيش عيشه اذكى. هو سمارت لايف ازاي؟ النهارده لا بدل ما تروح مكان بتصرف فيه 10 لو صرفت 5 دوت افضل لاسرتك وافضل لاولادك وافضل لمستقبلك لو تعودت على كده كمان. فده انترتينر هي ابلكيشن بتساعد الناس تعيش حياه سمارتر، غير التكنولوجي اللي بتتقدم سواء التكنولوجي بتاعت البيمنتس، التكنولوجي بتاعت الديتا، التكنولوجي بتاعت الديتا اناليتكس، التكنولوجي بتاعت الماركتينج، التكنولوجي بتاعت الكونتنت كرييشن. كل التكنولوجيز ديت طبعا ديت هتبقى موجوده في مصر وهتبقى موجوده مع شركائنا من البريد المصري. فهو ده اللي احنا بنحاول نقدمه، نحاول نقدم تكنولوجي، نقدم حاجه جديده للسوق المصري، نقدم حاجه الناس مش متعوده عليها. واي ثينك ان شاء الله ان مصر هتبقى سوق كبير قوي يعني للانترتينر وللتكنولوجي دي ان شاء الله. برنامج ذا انترتينر لو في عجاله كده هقول لحضرتك ان هو واحد من اكبر البرامج المتخصصه في الخصومات وتقديم برامج الخصومات والمكافآت وتقديم برامج الولاء للمواطنين. بتعمل في اكتر من 10 دول على مستوى العالم، يمكن السنه اللي فاتت عملوا رقم كبير جدا في التوفير قرابه المليار دولار. عندنا النهاردة في مصر مع البريد المصري قدرنا ان احنا نعمل شراكة من خلال ابليكيشن زي انترتينر مع اكتر من 600 متجر هيقدم خصومات للمواطن المصري عن طريق الابليكيشن. طبعا بندعو كل الناس انها فعلا تجرب البرنامج، لانه برنامج هام جدا، بيساعدك في كل الحاجات اللي انت تقدر تشتريها، في الاكل، في الشرب، في المطاعم، في المحلات، في المستشفيات، في كل حاجة، في كل المجالات اللي انت ممكن تشتغل فيها هتلاقي ان الابليكيشن بيقدم لك خصومات مهمة جدا من خلال ده. هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. حالة المصريين في أكتوبر، البطولات الشعبية، الناس شيء من الحرب، بقلم محمد توفيق كتبنا الكبير الرائع محترم صديقي العزيز محمد توفيق. منورنا. نورك. عامل ايه؟ كله تمام؟ زي الفل. تمام. بص يا سيدي، انا قدامي 20 دقيقة قد يتخللها فاصل قصير جدا جدا جدا. شيء من الحرب الجزء الاول، السلاح السري. ايه ده؟ يمكن انا يعني هقول القصة باختصار قدر المستطاع. أنا اشتغلت على الفترة اللي من 67 ل 73 يوم بيوم، يعني جبت الجرايد يوم بيوم من 67 ل 73 تقريبا كل مصادر في مصر قريته.
حلو. وطلعت منه حوالي 20 أو 25 ألف قصاصة عشان أشوف إيه اللي حصل من 67 وصلنا إلى 73، لأن هي المسألة مش في يوم وليلة ويلا وإن شاء الله ربنا يكرمنا ومسألة في السلف واللي يعني. وحبيت أشوفها الشعب كان ليه دور فيها عامل إزاي، لأن إحنا طول الوقت عندنا نوعين من الكتب لما بنيجي نتكلم على الحرب. النوع الأولاني، وطبعا النوعين عظام وأساتذتنا يعني، وحاجة يعني أساتذة أساتذتنا كمان، أستاذ هيكل اللي هو التاريخ السياسي لحرب أكتوبر طبعا، والناحية التانية أنا رأيي المشير الجمسي تحديدا التاريخ لأكتوبر عسكريا، أنا رأيي هو خلص الكلام يعني، كل اللي بعد كده يعني عزف على نفس النغمة بشكل أو بآخر، مع احترامي طبعا لكل المذكرات اللي اتعملت في السياق ده. فطول الوقت بشوف ان الاثنين دول عشان تعمل حاجه مختلفه محتاج تدور على طب الناس في الحرب كانت عامله ازاي، تفاصيل قدر المستطاع قعدت اشتغل عليها من سطرين في جورنان وقعد اكملها على مدار 6 سنين في كل التفاصيل، من اول النشالين كانوا بيعملوا ايه على مدار 6 سنين اللي هم هنكتشف ان هم تابوا في 73 والناس ما فيش مواطن مصري تعرض لحادث نشل واحد يوم 7 اكتوبر، والنشل كان واصل لمداه بعد 67 لدرجة أنه ابتدت تتعمل قوانين النشل طلع من أنك تتسجن شهر لتتسجن 15 سنة عشان ما هم مش لاقين حل عشان يوقفوا الجريمة المنتظمة دي. والمسألة دي على مدار الفترة دي بتقعد تشوف طب الناس يعني الموظف بيعمل إيه، تكتشف أن الموظف ده في حالات اختلاس رهيبة جدا في الفترة الأولانية، الموظف ده هيتحول لأنه بيروح الشغل يوم العيد في 73. شوف النقلات عاملة ازاي بالظبط، يعني أنا عشان كده قلت يعني على طول بدل ما يعني أصف في التفاصيل نشوف على طول الناس تحولت ازاي. فتتحول الحرب اللي زي ما قال عليها الشاعر الكبير أمل دنقل من أنها تثقل القلب لتسعد القلب، يعني احنا بنيجي نتكلم على حرب أكتوبر نبقى مبسوطين. الطبيعي أن الحرب بتثقل القلب، الطبيعي ان الواحد بيتضايق لما يجيب سيره الحرب. احنا ليه بننبسط؟ لانه ليالي الحرب بشكلها الطبيعي انا مسميها ليالي زرقاء. ليه بقى؟ لان احنا طول الوقت نعرف انواع ليالي اخرى، لكن ليالي الزرقاء دي لانه في الحرب انت محتاج تدهن كل حاجه زرقاء، الشبابيك ازرق، الفوانيس بتاعت العربيات ازرق، كل الازاز ازرق، كل حاجه في حياتك بتتحول للون ازرق، فالناس بتبقى كارهه اللون الازرق. فقعدنا من 67 لحد ما قبل اكتوبر 73 كارهين لون الازرق، لحد مساء 6 اكتوبر والناس بتدهن لون الازرق ابتدت تحس ان بتدهن الازرق بتاع البحر والسماء، فجاه تحول الازرق للون مبهج. فالازرق ذهنيا عنده اختلف تماما، نفسيا عنده اختلف. صحيح، بعد ما كان الازرق المرتبط بالغاره اصبح الازرق المرتبط عنده بالبهجه. صحيح. والحياه. صحيح، فالناس نفسيتها تجاه كل تفصيله صغيره، يعني بنتكلم تفصيله لون، احنا مش بنتكلم في لما نيجي نتكلم في تفصيله سلاح سام 6 مثلا. سام 6 انا لقيت قصه غريبه جدا والاغرب ان هي موثقه، يعني هي منشوره في الاهرام ساعتها، ان طبعا احنا كانت مساله الصواريخ سام 6 دي الناس كلها بتتكلم عنها على القهاوي بسبب بطولات الجيش المصري في في 73، لدرجه انه الفنان الكبير شكوكو عمل اغنيه مغرم صبابة يا بابا بثلاث ستات، 6 اكتوبر وسام 6 وست ساعات. في مواطن مصري سمع الاغنيه وكان طول الوقت سام 6 بقى حاجه جميله، لانه يعني انا رايي انه وده مش شخص، ده موجود حتى في كل مذكرات العسكريين، انه الجندي المصري برع في استخدامه احسن من اللي صنعه نفسه. ففي مواطن مصري راح يسمي ابنه فقرر يسميه سام 6 عبد اللطيف. لا والله، ودي وقعه منشوره في الاهرام، يعني انا بتكلم على جورنان معتبر ومعتمد وفي الصفحه الاخيره وكل حاجه. قرر انه يسمي ابنه سام 6 عبد اللطيف محمود، فبقى سام 6 ده. راحوا فالراجل في السجل قال له يعني اكتب سام 6، فراحوا للمدير بتاعه فقال له هو ينفع نسمي سام 6؟ بص الراجل كده وقال له هو عموما ما ينفعش، بس عشان اللي بيعملوا سام 6 معانا احنا موافقين. وسمى الولد سام 6 وقال له ربنا يجعله لك زي الصاروخ.
فكمان المسألة اتعاملت بتفاؤل. فده يقول لك الناس كانت متلاحمة مع المعركة بشكل متجاوز الشكل التقليدي. يعني احنا طول الوقت بنجيبها ان هم كانوا في رمضان اول ما سمعوا اول بيان الناس حضنت بعض. الحقيقة ما حصلش خالص. يعني ده مشهد سينمائي بس. طبعا. الناس ابتدت تتفاعل مع الحرب من البيان السابع. البيان الاول والثاني والثالث دي كانت البيان الاول اصلا ما كانش فيه حاجه. البيان الاول كنا بنقول ان هم اللي بيهاجموا علينا مش العكس، لانه كان مراعين المعايير الدوليه والخداع الاستراتيجي العظيم اللي اتعمل في حرب اكتوبر. وبالتالي فالبيان الاولاني لم يقل شيئا، احنا بس بنوثق في حاجه حصلت بس مش عارفين ايه هي. في البيان الثاني ابتدينا نقول ان في مناوشات، يعني حاجات رايحه جايه. في الثالث يعني يبدو ان احنا بنعمل حاجه. الناس متعوده على البيانات دي، يعني اللي عاش الفترة من 67 ل 73 وبيسمعنا دلوقتي هيعرف انه ده عادي، ان احنا طول الوقت كنا بنعمل عمليات حرب الاستنزاف، عمليات عظيمة جدا وبيتم الاعلان عنها بشكل او باخر، فاحنا متعودين. هنوصل للبيان السابع، الناس هتبتدي فعلا تتفاعل وتبتدي ترقص وتبتدي تحتفل وتبتدي الراديو يتحول لاهم حاجة في حياة المصريين في الوقت ده، والناس كلها ملتفين حوالين الراديو لانه التلفزيون غالي وعند ناس معينة، وحتى القهوة نفسها مش أي قهوة عندها تلفزيون عشان تقدر تروح تفرج عليه على القهوة يعني. وبالتالي فأنت مستني أي بيان. فالناس تحولت لأنه ودنها ملتصق بالإذاعة المصرية اللي عملت دور عظيم بالمناسبة في التوقيت ده، وإنه في مراسلين من الإذاعة المصرية طبعاً راحوا طبعاً للجبهة، زي ما في صحفيين كتير راحوا للجبهة ووثقوا لحظة بلحظة اللي بيحصل، وكانوا مقاتلين مش بس التوثيق انه بالقلم او بالميكروفون، لا هو كان لابس لبس مقاتل ومعرض انه يتقتل. يعني دي جزء ان احنا للاسف في الدراما ما بنقولوش خالص. ما كانش لابس زي دلوقتي بيبقى فيه زي بتاع الصحافه ويبقى مكتوب عليه ان ده صحافه وخوذه مكتوب عليه انه ده صحافه، لا هو لابس الزي القتالي. والحقيقه حتى لو عليه زي مكتوب صحافه الحقيقه العدو ما كانش بيهمه الكلام ده خالص. يعني ده ربنا يوفقك معاه، يعني صحافه هبقى ده واشوفه حاضر ماشي بعدين. لكن فما كانتش دي، فكان بيروحوا لمناطق خطر جدا. استاذ جمال غطواني راح لاماكن خطر جدا صحيح. في التعامل، وبتشوف ابطال لو هم صادف حظهم ان هم اتولدوا في امريكا كان هوليود ما وراش غيرهم. يعني ابراهيم الرفاعي ده اهم من كل الافينجرز اللي عملوها في حياتهم. وده عمليات حقيقيه مش على الورق، مش بطل من ورق صحيح. مش بطل من كرتون، لا بطل حقيقي، مش خيال هوليودي يعني. مش خيال هوليودي، وانت عارف انه في النهايه للاطفال، ده للاطفال والكبار ولكل حد يقدر يستوعب ان ازاي حد زي ابراهيم الرفاعي عمل بطولات خلف خطوط العدو، وانه كان رغم انه قائد كبير وانه كان عقيد في الوقت ده صحيح، لكن كان بيصر انه يروح بنفسه. ويمكن انا كان عندي الحظ ان انا قابلت زوجته واولاده وعملت معه حوار من كام سنه. ففكره انك شخص بيروح يصر يبقى في الصف الاولاني، بيصر انه يمشي واقف رغم انه العمليات طول الوقت اللي خلف خطوط العدو لازم تبقى بتزحف عشان توصل للمكان اللي انت عايز تروحه، لا طبعاً. هو بيفضل ماشي على رجله عادي جدا وهم وراه بيزحفوا. فلدرجه حتى احس ان هو بطل من الاساطير الاغريقيه جدا جدا، لدرجه انا بسال حد من ابطال المجموعه بقول له طب ازاي، ما هو هينشوه من قبل ما يطلع يعني، ما هو ماشي. قال من كتر ما هو ماشي ما حدش مصدق ان في حد ماشي. ما هو ما حدش يمشي هنا، فيظن العدو ان دي اكيد ظلال اكيد خيال، اي حاجه غير ان في واحد قرر يمشي على رجله ويجي لنا برجله. يعني دي مساله اكيد مش هتحصل. الانقح انه كان بيصر يتصور في العمليه ففي صور للعمليات، فكمان فلاش الكاميرا ده في العمليه ده خطر جدا، لا احنا كمان هنتصور، احنا على ارضنا، انت الغلطان، انت اللي جاي ارضنا، فانا من حق اتصور ومن حق امشي على ارضي وعمري ما هوطي راسي في ارضي. فالقيم دي اللي كان بيزرعها قائد زي ابراهيم الرفاعي في مجموعه 39 قتال، وكانت مصر كلها بقت بتتكلم على البطولات، لان كل بيت في مصر كان ليه حد في المعركه صح. سواء كان ليه جندي في المعركه بشكل واضح او هو نفسه شارك، لان انواع المشاركه احنا طول الوقت حاصرينها في المشاركه العسكريه، لا احنا الحقيقه عندنا ناس شاركت بالدم. مفيش تقريبا مصري ما تبرعش بالدم في التوقيت ده، مفيش حد ما راحش يشتري يا اما سند الجهاد
يا اما يتبرع ومش عايز سند جهات، يعني مش عايز حتى ان يبقى في وثيقه، يعني يتبرع للتبرع بس. ويتبرع بكل انواع التبرعات، يعني في ناس تبرعت بالصابون، يعني في بنت صغيره قررت تروح تتبرع بقطعه صابون وعلبتين سجاير، فبيقولوا لها ايه التبرع الغريب ده؟ قالت لهم اصل انا بشتغل بنت حارس عقار، فشغلتي ان انا اروح اجيب الطلبات للناس في العماره، فقررت ان كل الفلوس اللي هقدر احوشها من الطلبات دي اجيب بيها حاجات للجنود، فدول قدرت احوشه. فانت متخيل انه الطفله صغيره بنت حارس عقار، مش هنتكلم بقى على التعليم ومستوى المش عارف ايه والثقافه فازاي دي ما تقدرش تقول انها شركه في القتال؟ شركه طبعا، بالاضافه ان احنا طول الوقت حتى بنتكلم على حصرين المشاركه على فئات بعينها، كل الفئات شاركت، يعني ضروري طبعا الرجاله شاركوا، الستات شاركوا مشاركات عظيمه جدا، عندنا الاطفال شاركوا، وفي يمكن انا حتى عامل فصل في الكتاب اسمه المجهود الحربي للاطفال، الناس هتستغرب جدا من فكره انه ازاي اطفال كتير شاركوا في الحرب ودفعوا فلوس وعمل ازاي الناس حتى قللت السكر بتاعها في الشاي واكتفوا بحلاوه النصر. يعني فكره ان انا هشارك بان انا هقلل السكر بتاعي، خد بالك احنا حرب في رمضان، فعشان تفطر انت بعد الفطار عايز تعمل بقى الحلويات وعايز تنبسط وعسل وغرقانه في العسل والحاجات والكنافه والقطايف والقصه دي، ازاي المصريين هيستغنوا عن ده؟ كويس حته جمله، قللوا السكر واكتفوا بحلاوه النصر. صحيح. انا هستاذنك هروح لفاصل سريع جدا وهنرجع لازم نكمل الكلام ده، وخصوصا مساله السلاح السري، انا عايز اعرف السلاح السري من وجهه نظر محمد توفيق في شيء من الحرب ايه؟ استنونا. التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. لسه دلوقتي صديقي العزيز كاتبنا الكبير الاستاذ محمد توفيق لسه حالا قايل لي دلوقتي على برضه حاجه من الحاجات اللي عملها ابراهيم الرفاعي خلاني اللي هو ايه ده على موضوع بطل المصارعه. طبعا ده شيء مذهل. طيب الناس قللت السكر او استغنوا عنه في بعض الاحوال واكتفوا بحلاوه النصر. صحيح. اكمل. هي اللي اتعمل، انا رايي ان احنا فعلا اللي كتب له يعيش في الوقت ده في مصر شاف المدينه الفاضله بعينه، يعني شاف الناس الى هذا الحد. وببساطه اصل هي المساله، يعني احلى حاجه في المساله دي انه شارك فيها 30 مليون مش سر، يعني كل بيت بيحكي اللي الاجيال اللي بعده هو شاف ايه. انت عندك محافظات كانت على خط النار، طبعا احنا عارفين ان هو السويس، بورسعيد، اسماعيليه، لا احنا الحقيقه برضو كان عندنا الدهليه كانت على خط النار، القليوبيه كانت على خط النار، والشرقيه كانت على خط النار. ويمكن انا من حظي اللطيف وانا في اثناء رحله البحث اللي يعني قعدت سنه وشهرين بحث غير الكتابه بعد كده، كان لقيت المجلد بتاع مجله الشرقيه سنه 73، فشفت انه الشرقيه ازاي كان الاطفال بيتعرضوا لي يعني قنابل ومشاكل وكميه استهداف للمدنيين في الوقت ده بشكل جبار، وازاي في صمود عظيم، بالاضافه لانه رصد بقى المجتمع كله خلال الست سنين. يمكن انا في الجزء الاولاني كنت مركز على الفن، تحديدا دور الفن في المعركه. هو ده السلاح السري؟ ده السلاح السري. وده الحقيقه السلاح السري اللي العالم كله يعرفه، يعني خاصه سلاحنا السري في الوقت ده كان ام كلثوم وعبد الحليم وعبد الوهاب وشاديه ورشدي، وطبعا عدد كبير جدا من الفنانين العظام اللي كلهم اتبرعوا للمجهود الحربي. طبعا
وام كلثوم كانت راس حربه يعني ما ينفعش حتى تبرعاتها تقارن صحيح بحد لانه كانت في مستوى تاني يعني بالظبط. لكن الحقيقه كله تبرع، كله عمل حفلات. يعني في الوقت اللي ام كلثوم كانت بتعمل حفله في فرنسا كان عبد الحليم حافظ بيعمل حفله في انجلترا، وبالتالي فانت بتستعيد قوتك الناعمه بمنتهى القوه في ارض الناس المؤيده للعدوان. فانت رايح فرنسا وانجلترا اللي كان من شويه كانوا اصلا بيتامروا عليك في وقت من الاوقات، ورايح لهم تعمل اول حفله بعد 67 هناك، وبتكمل المسيره دي على مدار 6 سنين. البلد ما يقسيتش رغم طول الوقت انه هي الحرب امتى، وده كان السؤال للمصريين اي حد يقابل اي حد في 6 سنين دول، هي الحرب امتى. لكن كان في شقين للحرب، شق انت ما ينفعش تعرفه وفي كميه خداع استراتيجي، بس انا رايي ان الشعب المصري هو اللي عمل الخداع الاكبر. بالمناسبه الشعب اللي كان يوم 5 اكتوبر بيتخانق قدام الجمعيه، يوم 7 اكتوبر بيقول لك اتفضل انت كل الاكل مكاني وبالهنا والشفاء، هو ده كان الخداع الاستراتيجي الحقيقي. انك العدو بيرصد المجتمع من جوه فبيلاقيه يعيني بيصايم وتعبان وطالع عينه، وعشان يجيب فرختين من الجمعيه محتاج يعمل معجزه كونيه، وعشان يجيب حته صابون محتاج. طب انا عندي سؤال ويمكن ده هيبقى سؤالي الاخير وقدامي دقيقتين. حاضر انا ملتزم بالوقت انا ومحمد. الشعب ده شديد الغرابه، شديد الغرابه ومهول، وقدرته على المفاجاه اظنها غير مسبوقه وعمرها ما هتتكرر. ده حقيقي. السؤال بقى ليه؟ ليه؟ لانه يعني انت الراصد للموضوع. تصوري وفق اللي شفته انه الشعب اول ما لقى الحاجه اللي هو بيدور عليها اللي هي 6 اكتوبر قرر يضحي بكل حاجه، لدرجه ناس عملت تضحيات ما حدش يتخيلها. يعني انه حد يقرر يدي كل الفلوس اللي بيمتلكها للجيش في الوقت ده، دي مساله احنا عارفين ان الشعب طول الوقت قلقان من بكره عشان يحوش عشان يعمل عشان يسوي. الناس اتبرعت بكل ما تملك. مساله التصديق في انه الحرب دي احنا لازم ننتصر، وان انا هبقى شاركت بكل تفصيله، انا هبقى شاركت بقطعه صابون بالمناسبه، انا بشاركت بان انا بقلل السكر في الشاي. التفاصيل دي خلت الناس كلها ممكن تشارك. انت لو حصرت بس المشاركه، ده في كوره في مصر بالمناسبه قررت انه مفيش حاجه اسمها فيها انه الخدمه العسكريه حد بس يقدمها لافراد الاسره، ان عندي ولدين الاثنين يطلعوا، عندي 4 الاربعه يطلعوا، عندي 10 على 10 يطلعوا. وكان بيستقبلوا الجندي اللي جاي من الجبهه ان البلد كلها بتطلع تستقبله. فمساله التعامل مع الحرب بالشكل ده كان جزء منه ليه علاقه بانك جاي بعد شوقه، انت قاعد مستنيها، انت مش مجرد انك اتفاجئت. طبعا الناس كلها اتفاجئت، بس في نفس الوقت انت قاعد منتظر اليوم ده. فلما جه قررت تطلع احلى ما فيك واعظم ما فيك وانبل ما فيك، وحاجه لا يمكن حد يعني هي حتى ما تأرخ لهاش بشكل مظبوط. يمكن انا قعدت اشتغلت يوم بيوم حرب اكتوبر لحد ما نوصل للعيد، لان احنا برضو حاربنا في العيد، ودي حاجه طول الوقت احنا ما بنتكلمش عليها، احنا متخيلين حاربنا في رمضان بس، بما فيها حتى تفاصيل رمضان. احنا طول الوقت بنقول حاربنا في رمضان، لكن مش قادرين ندرك يعني ايه حاربنا واحنا صايمين. احنا بنقولها بس من ناحيه الصيام، لكن الناس اللي في البيت اللي هي كانت عايزه تودي كل حاجه للجنود، الست اللي هتضطر تقسم وقتها 8 ساعات عايزه تبرع بيهم مكنه الخياطه، الايراد بتاعها ده يطلع للجيش. يعني انا كان تعدادي وقتها 30 مليون، بس الواقع بيقول انه الجيش المصري وقتها كان هو ال 30 مليون. صحيح صحيح. كل الناس كانت جوه. صحيح. كل الناس كانت شريكه. صحيح. وكمان والشعوب الحره جت وقفت معانا. يعني كل الشعوب الداعمه بالمناسبه بتكتشف ان في شعوب، طبعا الدول العربيه كلها كانت بتدعم، لكن بتكتشف كمان انه البرازيل كانت بتدعم، وبتكتشف انه في دول يعني والصين كانت بتدعم، بتكتشف ان في دول كتير كانت بتدعمنا في الحرب، لانه ما حدش صدق اللي الشعب المصري عمله. مش يعني فكره انه بقى جيش وشعب حاجة واحدة، أنت مش قادر تقول هو أنهي فيهم الجيش وأنهي فيهم الشعب. ما هو الشعب هو الجيش والجيش هو الشعب، لأنه في النهاية الحرب ما خضهاش مليون بس كانوا عجبها في الوقت ده، لا خضها 30 مليون. كل واحد عايش في الوقت ده كان عنده معاها ذكرى، حتى يعني بقى بيستقبل يوم العيد اللي هو 6 أكتوبر. فالناس بتقول لبعض
كل اللي بالمناسبه تحديدا اللي اتجند في الحرب بيقول كل سنه طيب يوم العيد اللي هو 6 اكتوبر ده بالنسبه له اهم من عيد ميلاده واهم من اي ذكرى في الدنيا بالنسبه له. النهارده اديت لي 3 هدايا، كتاب باهداء اكتر من رائع اكبر بكتير مما استحق، واديت لي عرض وتحليل رائع للشعب المصري وازاي اتحول ال 30 مليون مواطن كلهم للجيش المصري، واديت لي انا بقى والمشاهدين صوره جرعه روح سميها زي ما تسميها لمدى قدرتنا على الفعل. صحيح. مدى قدرتنا على الفعل دي حاجه مذهله جدا. انا عايز اشكرك جدا قوي خالص. شكرك. وانا لان انا طماع في الكتب فمش بس انا بقى فرحان بالكتاب ده، انا هاخد الجزء الثاني كمان. طبعا طبعا. طب حبيبي ربنا يخليك حبيبي يا محمد. ومش عارف اشكرك ازاي انك نورتنا النهارده، ودي الحاجه الرابعه انك نورتنا النهارده بوجودك معانا كاتبنا الكبير الرائع اللي دائما دائما بالمناسبه يبهرك بمؤلفاته شديده التميز وشديده الاختلاف. دايما محمد توفيق مع حفظ اللقب عنده زاويه بتاعته حاجه كده زي محمد منير، هو بيلعب في زاويه ما فيش حد غيره بيلعب فيها تقريبا. اذا انا عندي في مصر جيش 105 مليون بني ادم، يبقى انا اكبر واقوى جيش على الارض على رأي فؤاد المهندس الله يرحمه، مش كده ولا ايه؟ خلصت الحلقة لحد كده بس ما خلصش الكلام، وكريم رمزي واقف هناك يتابع تليفونه أحدث الأخبار، داخل لنا حالا وبرنامجه رقم 10، أما احنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة، سلامات.